منى الذي يذاع على موقع بركان 49. سي مهداوي بغينا نعرفوا شكون هو سي مهداوي مصطفى. شكرا سيد كاي على الاستضافة، وأشكر القراء ديالكم. اسمي مصطفى مهداوي بن محمد، مزداد سنة 1952 بدوار بن مهدي بركان، مستشار جامعي منذ 1983، فلاح مستوى الدراسي الرابعة إعدادي سنة 1907. السي مهداوي، يعني البرنامج ديال الجماعة اللي مسطراه الجماعة، يعني باش بالنهوض بالجماعة، يعني كما يقولوا، يعني واسمهم المشاريع واسمهم علام كتخدموا بالضبط. واه شكرا. الله يهديك. أنا وجدت واحد حصيلة تاع سنة 2015 إلى يومنا هذا، سأستعرض عليكم الحصيلة كما هي وبالملموس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية كما قلت، أود أن أشكر المشرفين على المنبر الإعلامي المحلي الموقع الإلكتروني بركان 49 على إتاحة هذه الفرصة من أجل التفاعل والتواصل مع وسائل الإعلام المحلية، ومن خلاله مع المواطنين بصفة عامة، وساكنة جماعة زكزان بصفة خاصة. وكما أشكرهم على المجهودات التي تبذلونها من أجل نقل الحدث وتيسير نشر المعلومة في أوساط المواطنين على الصعيد المحلي، والتي تهم قضاياهم وانشغالاتهم اليومية. وفي هذا السياق، وبصفتي رئيس الجماعة الترابية لزكزان، يشرفني ويسعدني جدا أن أستعرض عليكم أهم المنجزات والمشاريع التي تحققت بتراب جماعة زكزان، وذلك تماشيا مع الدور التنموي الذي تطلع به الجماعة، وانسجاما مع البرنامج الانتخابي الذي صوت عليه الناخبون من أجل النهوض بمستوى عيش الساكنة. وفي هذا الصدد، فقد تم إنجاز أشغال عدة مشاريع وأخرى في طور الإنجاز في القطاعات التالية. بالنسبة لقطاع الكهرباء، فيما يخص قطاع الكهرباء، فقد استفادت الساكنة بدوار تعيشون ودوار معزة من شبكة الإنارة، بلغت تكلفة إنجاز هذا المشروع 100 مليون سنتيم. تم تمويله من طرف المجلس الإقليمي لبركان، واستفاد سكان دوار تزارين أرناط بالكامل بشبكة الكهرباء، كما استفاد سكان دوار صبروشيين ودوار شطيون ودوار تزعروس بشبكة الكهرباء، كما أن شغال انطلقت مؤخرا لربط سكان دوار إفران يعقوب بالكهرباء. بالنسبة لهذا الكهرباء، أمس فقط تم عطينا الانطلاقة تاع الناس باش يدخلوا، باش نعطيو لهم الوثائق اللازمة باش يدخلوا لتزعروت وشطويل، اتصالات فردية، اتصالات فردية يشطويل ويسعروشية بارح علي. كما تجدر الإشارة أن الأشغال جارية من أجل إنجاز مشروع تمديد شبكة الكهرباء لمجموعة من المنازل بمختلف الدواوير. هذا الكهرباء اللي نسميوها ليكستونسيون، يعني تمديد لجميع الساكنة اللي عندهم جوج بوتويات ثلاثة، كان عملوا كل ما في وسعنا باش نوصلوا لهم ونمدوا لهم الكهرباء. هذا الكهرباء يتعلق أولا بدوار سليمانية بن طارق، دوار مجاجرة، دوار تقربوس، دوار بن مهدي، دوار بيزير، دوار غرافن، دوار ولاد الحاج، دوار تزاري العليا، بتكلفات 37 مليون سنتيم. تمويل من طرف الجماعة. أما بالنسبة لدوار حبسة، سيتم فتح الأضرفة يوم 18/4/2017 لربطه بشبكة الكهرباء، فضلا عن إنجاز دراسة لربط دوار معروفن ودوار خرشاف، وبعض سكان دوار تعيشون بالكهرباء سيتم برمجتها في القريب إن شاء الله. كسميتو هذا الدواور هذو اللي ذكرت في الأخير، دراسة جاهزة هي عندي هنايا، الدراسة نتاعي معروف ودوار خرشاف مختار، ما يقرب بيناتهم 300 مليون، وعطيناها للمجلس الجهه ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي راه واقف معنا، وعطيناها للمكتب الوطني للكهرباء، لان كاين واحد البرنامج
راه جاي ان شاء الله الرحمن الرحيم في القريب العاجل، باش هاد الدواور هادو يستافدوا، لانه فيه واحد الاغلبيه نتاع السكان اللي يعيشوا في واحد الوضعيه يرجى لها، لابد باننا خصنا نوقفوا معهم باش نوصل لهم الماء والكهرباء. قطاع الماء الصالح للشرب، تم انجاز شبكه الماء الصالح للشرب لربط منازل الساكنه بالماء الشروق عن طريق الاصالات الفرديه بدوار معزه ودوار في عيشوت. هذا المشروع ساهمت فيه بتمويل جهه الشرق والجمعيه الفرنسيه سيديف، وقد بلغت تكلفه انجاز هذا المشروع 144 مليون. هذه الجمعيه فرنسيه ساهمت معنا في هذا المشروع باش هاد المواطنين يستفيدوا. وكما تم ربط دوار إفري وموسي ودوار بن مهدي بحنفيه عموميه، كما تمت برمجه تزويد ساكنه دوار إسغروشنيين ودوار شتوين بحنفيتين عموميتين بتمويل من المجلس الاقليمي لبركان، وكما تمت برمجه تزويد سكان دوار غرافن بشبكه الماء الشاروق عن طريق الاصالات الفرديه بتمويل من الجماعه بتكلفه تقدر بحوالي 19 مليون. هذا المشروع الدراسه ديالو جاهزه، وان شاء الله الرحمن الرحيم في القريب العاجل غادي لونسيو المارشي. بالاضافه الى انجاز دراسه من اجل بناء خزان للماء بدوار تزاغيل ودوار افران يعقوب من اجل حل مشكله الضغط بسبب الارتفاع. هذا المشروع هذا هو اللي مشروع مهم جدا، وعنده واحد التكلفه غاليه. الدراسه دارت من طرف الجامعه القرويه لزكي، المكتب الجهوي، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، يعني ما فشل باش يعطي لنا هذا الدراسه، وحنا جبنا مكتب الدراسات ودرنا هذا الدراسه على اساس ان المجلس الاقليمي هو اللي غادي يدير المشروع، لانه اليوم في هذا الاسبوع هذا تمكن السيد رئيس المجلس الاقليمي مشكورا باش يمشي للجهه باش يدير لنا هذا المشروع هذا اللي مشروع مهم غادي يتسهم فيه الجهه. غادي تساهم فيه الجهه بصفه خاصه، وغادي يعمم دوار تساغيل بصفه عامه بالاضافه الى افرانيا. يعني فتح الصفقات ديال المشروع كانوا ينتظروا الجواب ديال الجهه عاد باش لا كنا حنا غادي المجلس الاقليمي كان غادي يلونسي المارش، الا انه جات واحد البرقيه من طرف رئيس المجلس الجهوي وتبين بانه هذيك التكلفه يعني الفلوس اللي عندهم اكثر بالشيء اللي عندنا. الفلوس اللي عندهم غادي يعمم المنطقه بالكامل، كلشي الشبكه نتاع الماء الصالح للشرب كيقولوا له في تزاغيل بصفه عامه غادي يوصلها الماء بالاصالات الفرديه بالاضافه الى افران يعقوب. بالاضافه الى انجاز دراسه من اجل بناء خزان الماء بدوار تزاغيل ودوار افران يعقوب من اجل حل مشكل الضغط، لان عندنا في ولوت عندنا هذا كي معروفا الماء ما يرتفعش، الماء ما يمشيش، وهذا الخزان اللي غادي يكون في تزاغيل هو اللي غادي يحل لنا المشكل تاع الماء بصفه نهائيه. ولكن المشكل ديال الهيدروليك هو ديك البلاصه فيها مشكل، هذاك غادي يتصاوب راه في المكان. قطاع التطهير السائل، لقد بدات الاشغال في العديد من الدواوير من اجل ربطها بشبكه الواد الحار، وهذه الدواوير هي دوار بن مهدي، دوار معزه، دوار تعيشون، دوار ولوت، دوار تزاغيل، الا ان هذا المشروع يعرف بطء في وتيره الاشغال لاسباب نجهلها، ولقد قمنا بمراسله الجهات المعنيه لكن لم نتوصل باي رد لحد الان. وكما تجدر الاشاره انني قمت بتوقيع محضر، شوف هذا لاول مره في التاريخ تاع لوناب، محضر مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء لربط جميع المنازل بشبكه الواد الحار بما فيها المنازل التي لم تشملها شبكه الماء الصالح للشرب. يعني هذا المحضر اللي درناه لوناب يخصها تدير واد الحار فين كاين العداد، فين ما كاينش العداد ما خصش يوصل لهم الماء، لانه الواد الحار يتخلص مع الاستهلاك تاع الماء. اذا درنا واحد المحضر سميناه فيه لوناب تاع وجده، المديريه الجهويه تاع المكتب الماء الصالح للشرب بوجده، على اساس انه اي ساكن يوصلوا الشبكه تاع الواد الحار، على اساس حنا غادي نتكلفوا باش نعطيو الماء الصالح للشرب لجميع الساكنه كما سالفتوا في هذا المره الاخيره.
سي مهداوي، كاين واحد المشكل ديال ديك الشركه اللي خدمت الواد الحار في جهه التزاغين، يعني لازال معلق، يعني واش كاين شي اجراءات ضد الشركه؟ كاين هادي كان يتعلق بالبلوكاج تاع الحكومه، كما في علمكم حنايا داخلين في بركان الكبرى، زكزل داخله في بركان الكبرى اللي هي سيدي سليمان شرعه وزكزل وبركان. التكلفه تاع 25 مليار سنتيم. كاين المقاول اللي لاباس عليه بحال وجدة شوفاج اللي راه خدامه مع بركان وخدامه بني مهدي، هادوك عندهم التمويل ويخدموا في جهات اخرى كيجيبوا الموارد الماليه، في حين ان هذاك اللي عندنا في تزاغين هو ولود الموارد الماليه ديالو قليله وقف. ودابا رانا مع مع الشيء اللي درناه مع المدير الجهوي، قال لك رانا نستناو دوك ديك 10% كتزاد وخصو يوقعوا عليها المدير الجهوي تاع المصالح والشرط ويوليو عندنا باش يبداو الاشغال، لان الاشغال تقريبا راها واقفه. وحنا نتمناو ان شاء الله كما قالوا نتمناو يكون الخير باش يبداو لنا الاشغال في اقرب وقت، لان هذا راه مشكل مشكل كبير رانا نتلقاوه، والشكايات تاع المواطنين كثيره، وحنايا رانا دايرين المجهود من اجل ان شاء الله الرحمن الرحيم نوفروا لجميع الناس الشبكه نتاع التطهير الساهل. بالنسبه قطاع الطرق، في اطار تسهيل حركه المرور قامت الجماعة بإنجاز أشغال مشروع إصلاح بعض الطرق الفلاحية بالجماعة بدوار سليمانية ودوار بوشاكور ودوار ولاد الحاج ودوار بني وشكراد ودوار سليمانية شكرون ودوار حموتن. وكما ستقوم شركة العمران بتعبيد الأزقة بدوار معزة ودوار تعيشونت ودوار ولوت بتكلفة 480 مليون سنتيم. هذا تعطى المشروع والمقاول والسيد العامل أعطى الانطلاق ديالو ان شاء الله الرحمن الرحيم. نستناو الواد الحار يكملوا لنا تما باش الاشغال تاع تعبيد الطرقات تبدل. شحال كيلومتر السريس؟ هذه دايره 480 غادي يشمل معزه بصفه نهائيه كامله، يشمل تعيشونت ويشمل دوك الطرق الرئيسيه في تعيشونت وولود. وغادي تبقى تما واحد 100 مليون ان شاء الله نديروها في دوزيام تونج. كما سيقوم مجلس الجهه بتعبيد حوالي 12 كيلومتر بكل من دوار تزاغين ودوار حموتن ودوار القروضة، كما ستتم برمجه طرق اخرى قريبا. هنا المجلس الجهوي المجلس الجهه الشرق مشكورا عطانا 12 كيلومتر في تزاغين ويحموتن عطانا 4 كيلومتر، وواحد 2 كيلومتر غادي نديروها في القروضة لتسهيل باش ان شاء الله الرحمن الرحيم. رانا طلبنا حافلات فوغال باش دير واحد السيركوي من المركز 103 للقروضه وتجي للنجاجره وتدخل البركان باش تحل لنا المشكل تاع الطلبه، خاصه الطلبه تاع الابتدائي الاعدادي، لان الابتدائي عندنا تما. في اطار دعم البنيات الاساسيه في مجال التعليم ومن اجل الحد من ظاهره الهدر المدرسي، تم انجاز مشروع بناء حجرتين دراستين في مدرسة الجولان بدوار وولود. هذا المشروع أنجز في إطار اتفاقية شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعة الترابية لزكزل. وكما تجدر الإشارة أنه تمت برمجة إحداث مدرسة ابتدائية بجزئة برج وولود نظرا للتوسع العمراني الذي تعرفه هذه المنطقة بعد إحداث جزئات برج وولود في السنوات الأخيرة. هنا واحد المدرسة ابتدائية المشروع صافي المقاول راه قبضها، وحنا رانا نستنى التوقيع ديالها في على الصعيد المركزي باش يبداو الأشغال. هي اللي كنتوا طلعتوا في الدورة الأخيرة؟ ماشي المدرسة الجماعتية، هذه مدرسة ابتدائية باش نقصوا الضغط على مدرسة الجولان. إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي تبدي التعليم فيها السنة تاع 2017-2018. بالنسبة للمدرسة الجماعتية اللي قلت لي، هذيك المدرسة الجماعتية غادي يديرها المكتب الجهة الشرقية، التكلفة 8 مليون تاع الدرهم، الجامعة غادي توفر العقار، إلا أنه بعد ما شفنا مع العمران لقينا هذيك اللي مخصصة لواحد الإعدادية تعطات للدومين، شرات من طرف الدومين. ودرنا اتصالات مع الدومان ومع المدير تاع التعليم، قال بانه غادي تشري هذا الدومان
وغادي تسلمها التربيه الوطنيه، وتما غادي يسلموها للجهه باش يبنيو هذه المدرسه الجماعيه الجماعاتيه اللي غادي تحل لنا المشاكل تاع المواطنين اللي بعاد. المدرسه الجماعاتيه اللي فيها 8000 متر غادي تكون نوري ايروجي واحد المنطقه الاولاد وواحد الجهه خاصه بالبنات. بالنسبه للسياحه عندنا كهف الجمال، كهف الجمال كما يقولوا تسركوت، تسركوت عرفتوا اش هي تسركوت؟ تسرى هو يعرور، وكوت يعرور والظهر، وهو الظهر عود كوت والجمال الغم سموها عرور والغم الظهر الجمال او لاكرود دو شابو او مغاره الجمال. هذه باش السكان تاع ديزناس راهم عارفينها، الناس الكبار راهم عارفينها، ثم الشباب بغيناكم باش تعرفوا هذه تسركوت اشنو هي اللغه البربريه. كاينه واحد النقطه بغيت نشير لها في التالي، وهو احنا المجلس ديالنا محظوظ محظوظ بوجود السيد محمد رئيس المجلس الاقليمي محمد النصيري اللي هو عضو الجامعه ديالنا، ومحظوظين كذلك مجلس الجهه اللي الرئيس السي بي وي حتى هو جارنا حتى هو غير بعين صفا، بالاضافه السي محمد البرابط اللي هو ولي الجامعه ديالنا. اذا هاد الجوج ديال الناس راهو واقفين مع الجامعه ديالنا، يعني المجلس الاقليمي والمجلس الجهوي واقفين مع الجامعه، وربما مفضلين على واحد العديد تاع الجامعات. وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تجي المشاريع وغادي نعلنوا عليها في ابانيه. بقي ان اشير الى ان السيد العامل ولاول مره في هذا المجلس زارنا اكثر من 7 ولا 8 ديال المرات، فولوت فورتاس بني مهدي تزاغي، اعطى الانطلاقه تاع هذه المشاريع اللي ذكرتها كلها، مشاريع كبيره سواء اللي تمت او المنجزه او المبرمجه. اخيرا هذه واحد الشهر مشى عطى الانطلاقه في فورتاس لواحد المشروع فلاحي تاع الفلاح الصغار تاع واحد محطة الضخ تاع الماء لسقي 30 هكتار بالطاقة الشمسية. الفلاحة المستفيدون 50 واحد أو أكثر لسقي المزروعات ديالهم وخاصة الزيتون الرمان والمزاح مما يسمى الزعرور. إذا حنايا الجامعة ديالنا ولله الحمد بتعاون مع السلطات المحلية وبتعاون مع رئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس الجهة سنسعى إلى تنمية الجماعة، ونتمنى باش يكون العيش الكريم للساكنة. شكرا. سي مصطفى، يعني الوضعية المالية للجماعة واش يعني كتشوفوها، يعني واش كاين موارد اللي كتعتمد عليها، واش طورتوا الموارد باش تخدموا تدخلوا دخلوا شويه ديال كما يقول الصر. كما هو في علم الجامع فان الجماعه الترابيه لزقزق عندها العجز في الميزانيه، ونظرا للتقسيم الاداري اللي دار في الجماعه دائما كيديو لنا الموارد الماليه، فين ما كاين شي موارد ماليه بحال فين كاين البني كيديوه لنا، ومازال بعض الجامعات يسعوا باش يديو لنا بعض التجزئات او فين غادي يكونوا التجزئات. وحنا ان شاء الله الرحمن الرحيم رانا ضد هذا قضيه التوسع، هذه قضيه التوسع على حساب الجامعه. المداخيل تاع الجامعه يكملوا في جوج ديال المقادير صافي، ولا هذا البرج ديال وولوت تاع البني لا اقل ولا اكثر. عندنا الميزانيه عندنا عطاونا 530 مليون تاع لاتيديا، يعني هي المورد الاساسي اللي
اللي الجامعات تستافد بها، ان فيها 430 معناها انني هذه شحال وانا نوجد لهذه المرحله هذه. والدليل ان الاحياء ناقصه التجهيز عطى الانطلاقه ديالهم سيدنا الله ينصرو محمد الثاني سنه 2006 له 33 حي، تبرمجت 13 رحي. كان عندنا احنا في الجامعه الترابيه خمسه بما فيهم بوهديله كانت تبع الجامعه ديالنا، وبقاو لنا هاد الخمسه اللي بعد التقسيم، بعد التقسيم بقاو لنا هاد الخمسه اللي ذكرت، وهي بن مهدي، تعيشون، تولوت، معزه، وارنا تزاد. هاد الخمسه لما جا السيد العامل لاول مره وقت اللي عينوا سيدنا الله ينصرو على راس العماله 2012 مشينا احنا كمكتب في المجلس السابق، وكان اول اللي تكلم انا اللي تكلمت على هذا الاحياء ناقصه التجهيز، لانه غادي ينقصوا لنا 70 ولا 80% ديال المشاكل. الحمد لله اليوم راهم وصلوا، وقال لي السيد العامل في ذاك الوقت قال لك ساسعى وسابذل كل ما في جهدي من اجل اخراج هذا المشروع الى الوجود. الحمد لله السيد العامل مازال باقي، وانا وليت رئيس مجلس الجامعه، والمشروع هو جا. هذا المشروع هذا هو اللي غادي ينقص المشاكل نتاع الساكنه بصفه عامه، لان ما فيش غير الواد الحار، راه فيه حتى لافواري. واللي ما عندوش الماء غادي يديروا الماء، اللي ما عندوش الضوء. المهم الاحياء ناقصه التجهيز ستجهز ان شاء الله بالكامل. سي مصطفى، كنت هضرت على قضيه توسيع المجال الحضاري، ويعني هذه المساله اللي اثارت الكثير من من من, من الكلام. يعني كاين اللي كيقول بانه يعني كيقولوا مثلا جامعه سيدي سليمان انها بغات توسع على حساب جامعه ديال زكزان. كاين اللي كيقول ان جامعه زكزان ما بقاهاش بزاف وعيت مضافر، غادي تفرق هاك وهاك. يعني واسمو تقدموا للناس والمواطنين اللي باغيين يعرفوا الدوسي ديال توسيع المجال الحضاري. يعني كما قلت في الدوره الاخيره بانه هناك يعني خطه لجلب المناطق الجيده والمناطق المدره للداخل بعيدا عن المناطق المهمشه. استاذ مصطفى تقدم معنا في المساله. المجالس من حقها تطلب التوسع، جامعه سيدي سليمان شرعها من حقها تطلب التوسع، من حقها الى شافت روحها مضيقه ولا محاصره من حقها تطلب التوسع، مع العلم انها هي كانت الابن ديال جامعه زكزان. الا قلت لك سيدي سليمان شرعها، الا جينا نقراو التاريخ تاع بني زناسن ما كايناش في التاريخ تاع بني زناسن، ما كاينش كاع في القبيله تاع بني زناسن. هي تعتبر حي تابع للجامعه الترابيه لزكزان الام، ولكن شاءت الظروف في التوسيع تاع البلديه تاع بركان، وشاءت الظروف في التقسيم انه تنشات بلديه سيدي سليمان شرعها. سيدي سليمان ما كايناش، ولكن ضافوا لها هذيك شرعها، شرعها وهو الواد تاع شرعها. الظرفيه ديال الفيضانات اللي هذيك تاع 67 دوك الفيضانات تاع بوهديله داروا، كان تما واحد الدوار صغير كان سميتو سيدي سليمان، وداروا تما هذوك نقلوهم المنكوبين، نقلوا دوك المنكوبين تما، ولات سيدي سليمان، وكلات كانت جامعه ترابيه لزكزان. في 92 وقع التقسيم، ولات بلديه، اول رئيس ديالها هو السي بوعيان، ثم جاء السي قمقامي الى اخره. وحنايا كما قلت لك من حقهم يطلبوا التوسيع، وحنا من حقنا نرفضوا. كان يعني برنامج مستر لجامعة زكزان، يعني ما مدى التنزيل ديالو؟ يعني كما نقول البورسونتاج ديال تنزيل برنامج مستر، يعني هذا البرنامج هذا اللي ذكرت لك راه 90% قصد الانجاز. قالوا ما عدا الواد الحار اللي ما فيه 70 ولا 80% اللي ما كانش، باقي المنجزات غير مثلا بحال الضوء إفران يعقوب راه بدات الاشغال، بحال حباسة غادي تفتح بأظرفة 18 في الشهر، بحال أرناد هو كمل الضوء، بحال معروف بحال إيش توين وكذا إلى آخره، رانا فتحنا حلينا تما الضوء.
يعني هاد المشاريع اللي ذكرتهم هنايا راه مو اللي راهم تنجزوا اللي قصد الانجاز والمبرمج. بالنسبه لتاهيل المناطق السياحيه يعني كيقولوا بان جامعه زلزل كتلعب يعني على المنطقه يعني مغارات الجمال، يعني واش كاين برنامج اللي انه هي مناطق سياحيه اخرى؟ تكلم لك بعد على احنا هذه السنين ما انا كنت في المجلس الاقليمي 2003 2009 ما جات فاديسه، مشات فاديسه جاء المشروع السياحي السعيديه. هذا المشروع السياحي السعيديه كانت المنطقه خصها تتاهل، ماشي غير السعيديه، التوريست ما غاديش يجي يشوف البحر، راه كاين لا كوت دازور مستوى ديالها نقول بحال السعيديه، ما خصهمش يجيو يشوفوا لي زوتيل تاع 5 ايطوال، لي زوتيل كاينين حتى في اوروبا، يجيو يشوفوا السعيديه، يشوفوا المناطق الجبليه والاثارات والناس كيفاش يعيشوا. تاهيل المنطقه كاين خصها تاهل السعيديه وتاهل بركان بما فيها الجامعه الثرويه لزبلان، ويتاقلوا المناطق الجبليه ثم ينتقلوا المناطق الصحراويه. توريست يجي جروب السعيديه يجي يشوف هذه المناظر ويمشي يشوف تندراره ويولي يبات في السعيديه. الا ان هذا المشروع فشل، وحنا كنا ننتظروا باش هذا المشروع هو اللي يخرج الوجود ويحل لنا المشاكل في المنطقه السياحيه. احنا عندنا مثلا زكزل راه حسان بديك المنطقه تاع مراكش، ولكن احنا ما عندناش المرافق السياحيه، ما عندناش، هذا هو المشكل. ولكن مع ذلك راه تم تسليم هذوك المشاريع اللي داروا تما في لاكروت، تم التسليم ديالهم للجماعه، وكناش التحملات راه موجود. وحنا في هالايامات اخيره درنا اجتماع مع السيد رئيس المجلس الاقليمي والسلطات المحليه على والشركاء ديالنا الثقافه والمياه والغابات والسياحه على اننا نعمل كل ما في استطاعتنا باش نفتحوا المغاره للعموم قريبا ان شاء الله. يعني ما يعاب على جامعه زلزل يقال انه غياب المراكز يعني خاصه بالشباب خاصه بالنساء، يعني واش كاين شي برنامج اللي كيستهدف هذه الفئه بخصوص الشباب والنساء؟ تعرف باللي حنايا المستشارين ديالنا ولاو 80% شباب، كلهم شباب 27 28 26 قلعوا لي غير انا اللي راني انا كنت اصغرهم سنا في 83، دابا راني اكبرهم سنا 2017. لهذا هذا المسائل هذا اللي ذكرت كلها في الاعيون ديالنا، الا انه المشكل والعائق الكبير اللي عندنا وهو العقار. ما عندناش جماعه زكزل ما عندهاش حتى فين تبني المقر، هذا مشكل عندنا سوسيو رياضي باش نديرو في تزاغين فرا الله، عندنا خصنا نديرو مدرسه فرا الله، ما كاينش القطعه ديالنا. السيد رئيس المجلس الاقليمي يقول لك جيبوا لي الارض، عندنا مدرسه وعندنا ديسبونسير، ولكن العقار ما كانش كاين عليه بالحاج. مسيطرة بزاف واش ديال البلاد تقريبا دايره لنا، يعني كان مع شي تواصل مع السي علي بالحاج انه يمنحكم قطعه ولا علي بالحاج مشكورا كيوقف في الجانب ديالنا، كيعطي لنا مثلا فين نديروا دوك الخزانين تاع الضوء، كيعطي لنا منين نفوتوا الكهرباء، يعني بكل صراحه واقف معنا لانه كيحل لنا كثير ديال المشاكل. مثلا لو كان في هذه تزعروت ولا في افران وموسي افران يعقوب الى وقف ضدنا ذاك المشروع يوقف لينا، ما خلاناش منين نفوتوا غادي يوقف المشروع. ولكن مع كل احترامي وكل كنشكرو في هذه المناسبه بانه يوقف معنا ويعطي لنا منين نفوتوا، يعطي لنا فين نديروا. هذا الشيء كامل كيبقى لصالح المصلحه العامه. سي مهداوي، كاين واحد السؤال في البث المباشر كيتكلم على قضيه الامن، مات الامن كيقول لك واو اللوت، كيقول لك يعني هذه يعني خارج التخصصات ديال الجماعه. ومع ذلك حنايا الامن دائما مع اتصال مع الدرك الملكي مع السلطات المحليه ومع الجمعيات المجتمع المدني،
كما هو في علمكم هذه المره الوقت اللي تقتل هذاك السيد عندكم في تزاغير المجتمع المدني هو اللي لقى هذاك السيد هذاك. اذا حنا رانا مع اتصال مع المجتمع المدني مع السلطات المحليه مع الدرك الملكي باش يبقاو يضربوا تما يديروا دورات تما في الليل، وان شاء الله الرحمن الرحيم راه كيقوموا بالواجب ديالهم على احسن قيم. السي مداوي يعني كلمه اخيره للمتتبعين ديال موقع بركان 49 يعني الوعود يعني واش ممكن توعد السكينه ولا ود البرنامج يعني المستقبلي ديال جماعه زكزان؟ وانا نتمنى اولا نكونوا عند حسن الظن ديالكم وعند حسن ظن الساكنه اللي وضعت الثقه ديالنا فينا من اجل خدمه مصالحها العليا في ظل السياسه الرشيده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله واياه. في الاخير اود ان اشكركم، اشكر المنبر الاعلامي موقع بركان 49 واتمنى لكم النجاح في اداء رسالتكم النبيله في الاشعاع والتنوير ونشر الوعي في صفوف الراي العام المحلي. وفقنا الله جميعا لما فيه خير هذا الوطن تحت القياده الساميه لصاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله واياه. شكرا. شكرا.